مواقع روسية تعود مجدداً للحديث عن احتمالية تقارب بين أنقرة ونظام الأسد، والائتلاف السوري يكذب الأنباء حول الطلب منه مغادرة تركيا. أكبر موجة فرار من مدينة درعا باتجاه أوروبا ودول الخليج، والنظام وروسيا وإيران أكبر المستفيدين. مع اقتراب فصل الشتاء، منسقو الاستجابة يقول إن 92% غير قادرين على تأمين مواد التدفئة. نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. في ظل ركود الحديث عن الحل السياسي في سوريا، سلط الإعلام الروسي الضوء مجددا على تصريحات تركية بهذا الخصوص. تزامن ذلك مع تداول وكالة روسية معلومات نفاها الائتلاف السوري حول إبلاغه بمغادرة تركيا حتى نهاية العام الحالي. نتابع المزيد في التقرير التالي. مراوحة في المكان يشهدها مسار الحل السياسي في سوريا، خاصة بعد عرقلة روسيا لأعمال اللجنة الدستورية السورية. باستثناء أخبار وتسريبات يريدها الإعلام الروسي تحرك المياه الراكدة، صحيفة إزفستيا الروسية تحدثت عن استعداد نظام الأسد لتطبيع العلاقات مع أنقرة شريطة إيقاف سيطرتها على مناطق شمالي سوريا والكف عن دعم المعارضة السورية، مضيفة أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نفى وجود شروط مسبقة لاستئناف الحوار مع نظام الأسد وأن تركيا لا تسعى للإطاحة بالنظام بحسب الصحيفة. وحول ما يدور من صراعات قرب تركيا، قال جاويش أوغلو إن تركيا كثفت جهودها الدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب في سوريا، مضيفا أن بلاده أصبحت فاعلا هاما في المنطقة لوقوفها مع المحقين وليس مع الأقوياء وفق قوله. كل هذا تزامن مع معلومات نقلتها وكالة سبوتنيك حول إبلاغ الاستخبارات التركية أعضاء الائتلاف الوطني بضرورة مغادرتهم الأراضي التركية قبل نهاية العام الحالي، وأن الحكومة التركية ستغلق كافة مكاتب الائتلاف في تركيا، وهو ما نفاه الائتلاف الوطني الذي أشار إلى أن موقف تركيا ثابت من الثورة والائتلاف ولم يتغير بحسب نداء بوست. ومع التراخي الدولي الذي اعتبره الائتلاف الوطني تشجيعا لاستمرار جرائم النظام ومساعي بعض الدول إلى التطبيع مع الأسد، تبقى آمال السوريين معلقة على إيجاد حل سياسي وتفعيل قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم 2254 لإنهاء معاناتهم من جهة وتحقيق العدالة والانتقال السياسي من جهة أخرى. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور أحمد طعمة، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري. أهلا بك دكتور أحمد. لماذا كثرت الشائعات مؤخرا حول تخلي الحكومة التركية عن دعم الائتلاف الوطني السوري، ومن يقف وراء هذه الشائعات؟ يا حياكم الله إخوتنا الأكارم جميعا. أريد أن أقول ابتداء أننا في حالة حرب مع نظام الإبادة والإجرام ومع حلفائي، وهذا جزء من الحرب، إذ أن الافتراءات ليست جديدة لا بل وهي مستمرة ونحن نتابعها باستمرار ونرد عليها ونؤكد على ثوابتنا ونؤكد على علاقاتنا الاستراتيجية القوية جدا مع حلفائنا وإخوتنا الأتراك. المسألة محسومة، كل هذه الأمور، كل هذه الطروحات كذب وافتراء، يراد منها توهين عزيمة الثورة والثوار وإعطاء انطباع بأن الثورة السورية في وضع حرج، بل العكس هو الصحيح. نظام الإجرام هو الذي هو في وضع حرج، وأنتم ترون كيف أن الناس أصبحت في حال سيئة جدا في مواقع النظام. ما أريد أن أختم به هون في هذا الموضوع، يعني هل من الضروري علينا أن نرد على كل ناعق ينعق بين فترة وأخرى بمثل هذه الأكاذيب والترهات؟ نحن مترفعون عن هذا، واثقون من أنفسنا، واثقون من عمق العلاقة بيننا وبين حليفنا التركي، لذلك لن ننظر لهذا الخبر بشيء من الإثراء. مفهوم دكتور أحمد، لكن برأيك يعني من يقف وراء هذه الشائعات؟
يعني أنتم ترون أن بين فترة وأخرى تبدأ مثل هذه الحملات وتستمر فترة شهر من الزمان ثم تخمد، تهدأ الأمور ثم تعود بعد فترة. نحن نتهمهم مباشرة أجهزة النظام وذبابه الإلكتروني وكذلك الذباب الإلكتروني الخاص بحلفائه. ما معنى أن هذا الخبر يصدر من موقع تسنيم الإيراني ثم بعد أكثر من شهر يعززه الحديث في موقع سبوتنيك، وهو والخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا. هذه الدائرة واضحة من وراءها وكيف تسير ومن يغذيها. يوم أول أمس صدر تقرير مغرض كاذب إضافي حول مزيد من الهجرة من مناطق الشمال المحرب باتجاه مناطق النظام، وكانت فيه اتهامات دكتور أيضا يعني مخدعة وغير صحيحة وغير صحيحة على الإطلاق، في الوقت الذي نحن نشهد هجرة كبيرة من مناطق نظام الإجرام والإبادة إلى مناطق الشمال المحرر. الناس كلها تريد أن تعيش حياة الحرية ولا تريد أن تذهب للعودة تحت ظلال مثل هذه الأنظمة المجرمة. دكتور أحمد أيضا يعني هذه الشائعات تزامنت مع إعادة الحديث أو إعادة روسيا الحديث عن احتمالية التقارب بين أنقرة ونظام الأسد، ما الهدف برأيك من هذا، وهل هناك معطيات جديدة حول ذلك؟ فليقولوا ما يشاءون، نحن لدينا الوقائع، لدينا الثوابت، والثوابت ليست بهذه البساطة يمكن أن تتغير أو تتحول. الروس قدموا عرضا للأتراك من أجل مصالحة ما بين النظام وبين تركيا. تركيا تقول وبمنتهى الوضوح نحن ملتزمون بقرارات مجلس الأمن وبالشرعية الدولية، وإذا كان النظام السوري لديه الاستعداد لتنفيذ هذه الطلبات فالمعارضة السورية ليست لديها أي مانع. دكتور أحمد يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، هل تسمعني دكتور أحمد؟ نعم أسمعك جيدا الآن. دكتور أحمد يعني لو تعيد الفكرة الأخيرة التي حدثتنا عنها آخر فكرة. أقول ردا على ما يقال، أقول بأن روسيا طرحت قدمت مقترحا الى الخطابات من اجل ايجاد انواع التفاهمات مع النظام السوري يلبي بعض المطالب التركيه، والاخوتنا الاتراك كانوا واضحين تماما، نحن ملتزمون بقرارات مجلس الامن وعلى راسها 2254 و2118، واذا كان النظام السوري يريد ان يلتزم بالحل السياسي فالمعارضه السوريه قبل تركيا ملتزمة بهذا القرار وتسعى إلى أن إلى تنفيذه وتطبيقه من خلال جسم حكم انتقالي كامل الصلاحيات التنفيذية بالتوافق بين الطرفين. لذلك إذا انطلقنا نحن من الثوابت فإننا نعرف ما الذي يمكن أن يحصل. نظام الإجرام هو بحد ذاته لا يريد أي نوع من أنواع تحقيق السلام ولا يريد التقدم خطوة باتجاه مكافحة الإرهاب، ولا يريد التقدم أي خطوة من أجل عودة اللاجئين أو إقرار البيئة الآمنة والمحايدة. وخير دليل على ذلك التعنت وذلك التعطيل المستمر في اللجنة السورية. نعم دكتور أحمد طعمة عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، شكرا جزيلا لك. أكد الاتحاد الأوروبي على أن ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين إلى ديارهم لم تتوافر بعد، مشيرا إلى أنه سيدعم العودة التي ستيسرها الأمم المتحدة في الوقت المناسب. وقال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان ستوينيسكو عبر تويتر إن الاتحاد يدعم العمل والتقييم المستمر لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وأن المطلوب أولا هو تهيئة الظروف من أجل العودة وفقا للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
في السياق، حثت منظمات حقوقية دولية رئيس المفوضة الأممية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على وقف برنامج عودة السوريين تزامنا مع زيارة يجريها إلى دمشق، مؤكدة أن سوريا غير آمنة للعودة. شهدت محافظة درعا ازديادا ملحوظا في أعداد اللاجئين الخارجين منها إلى دول اللجوء، وذلك بسبب تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في المحافظة. نتابع المزيد في التقرير. من مهد الثورة السورية إلى محافظة يهجرها أبناؤها، فبعد سيطرة النظام على درعا بموجب اتفاق التسوية عام 2018، آلاف الشبان فروا منها باتجاه أوروبا ودول الخليج العربي. تجمع أحرار حوران أشار إلى أن الأمر لم يقتصر على الشباب فقط، بل وصل الأمر إلى خروج عوائل بأكملها بعد بيع تلك العوائل لممتلكاتها بهدف تأمين تكاليف اللجوء التي وصلت إلى 8,000 دولار للفرد الواحد. واقع اقتصادي سيء وتضييق أمني واعتقالات لشبان المدينة بهدف طلب الفدية من قبل ميليشيات تابعة للنظام وإيران هي أهم أسباب خروج أصحاب الأرض بحسب تجمع أحرار حوران، الذي قال إن النظام سيبدأ خطة لتنفيذ اغتيالات لشخصيات ووجهاء عشائر في المنطقة للتخلص من أي صوت معارض فيها. كل ذلك يصب حسب المصدر في مصلحة النظام وروسيا وإيران، فالنظام يسعى لتوسيع موارده المالية من خلال إصدار جوازات السفر ذات الكلفة المرتفعة، بينما تسعى روسيا للضغط على دول الاتحاد الأوروبي عبر خطة شاملة وضعها الكرملين بحسب تقرير اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا كوباسير، تهدف لإغراق أوروبا باللاجئين. من جهتها تسعى إيران للسيطرة على الجنوب السوري وخاصة درعا، وبحسب صحيفة القبس الكويتية فإن طهران أرسلت وحدات جديدة من فيلق القدس الإيراني إلى الحدود السورية الأردنية لإنشاء قاعدة لحماية استثمارات إيران التجارية من أي هجمات محتملة. من جهة أخرى، أشار المجلس الإسلامي السوري في بيان له إلى أن موجات التهجير هذه تشكل استمراراً في تنفيذ مخطط تغيير ديموغرافية سوريا وهويتها، وتخدم بشكل أساسي المحتل الإيراني والعصابة الحاكمة حسب تعبير البيان. درعا وحمص وحلب وغيرهم من المدن السورية تعرض أبناؤها للتهجير القسري في خطة لتغيير نسيج سوريا أو تطبيق رؤية رأس النظام بشار الأسد بجعلها دولة متجانسة، أو كما اعتبرها رئيس مركز عمار الاستراتيجي التابع لمؤسسة الخميني بأنها محافظة إيرانية. خسائر كبيرة بدأت تظهر في قطاع القطن في هذا العام في محافظة الحسكة بسبب قلة الدعم وغلاء تكاليف الزراعة التي يتكبدها المزارع وسط خطر كبير يهدد القطاع الزراعي بالمجمل في المحافظة. نتابع المزيد في التقرير. يخذل المزارع في محافظة الحسكة في كل عام خلال معظم المواسم على مدار السنة. موسم القطن الحالي تراجع بنسبة كبيرة بسبب عدم توفر المحروقات لاستخراج المياه وغلاء تكاليف الزراعة. الإدارة سعرت لنا كيلو القطن ب 4300، وأنا حطينا 60 إن 10 دفعات مازوت ما سلمونا إياه. عم نشتري المازوت الحر ب 1300 ب 1400، وحق عامل وحق بذار، يعني ال 4300 ما يوفوا، وحق فلاح يعني خسرانين الموسم دبل. هل اللي يسوي يصير ب 7000 ما راح يوفي معي، يعني ب 7000 ليره يصير الكيلو ما راح يوفي معي. انا مشتري كله داير حق من السوق السوداء، وما في اي كشوفات، لا احد اجى مثلا يقول خير، ايش في اصابه، ايش في شغله، ايش في نقص عندك مازوت، اجتك دفعات ما اجتك دفعات، على اساس في زراعه وفي شغله وشي. لازم يجون يقولوا خير نكشف على الحقل، وين بدي أنا راح أخذه يعني هالعقد. بعض المزارعين بدأوا جني محصول القطن على الرغم من عدم اكتمال النضج، خوفا من خسارة الموسم كليا بسبب العطش. نقص المياه وتحمل المزارع وحده تكاليف استخراجه سبب على ما يبدو يأس الكثير من المزارعين،
يعني هلا احنا يعني على سبيل المثال يمكن الموسم الجاي ما عادش نسوي قطن، لانه صراحه الموسم هذا طيب نفسنا. ليش؟ لانه عم نعاني من المحروقات، عم نعاني من السلعه، عم نعاني كمثال يعني. هلا لو يعطونا كل مخصصات نحن ما فينا مشكله، مثلا دفعت 4000 24000 لتر، لو يعطوني اياها انا ما عندي اي مشكله، انا بتمشي اموري على احسن ما يكون، بواصل بالزراعه. يعني هلا في موسم شتوي، في موسم صيفي، احتمال نترك الزراعه كلها. وهسه على القطن عطش، عطش من العطش هسه قمت نحوش بيه، ومو وقت الحواش. يعني هسه الحواش ضل بفتره 20 يوم، احنا عشنا قبل 20 يوم. وسعنا احنا فلاح كلفنا، بزر كلفنا، يعني انا حاط شيء 4 ملايين وسعنا انتاج ما نعرف انه شيء لسه يوفي معانا، ما يوفي معانا ما نعرف كل شنو. يعني ما يوفي معانا كل الانتاج، لو يصير القطن ب 5 ملايين ما يوفي معانا. محافظة الحسكة يعتمد اقتصادها بصورة رئيسية على الزراعة. انحسار الدعم عن المزارعين يعني تدهور اضافي في الاقتصاد السيء اصلا في كل انحاء البلد. وسيبقى الانتظار والتعويل على تحسين الدعم هو سبيل المزارع الوحيد، أو قد يتوقف معظم المزارعين عن العمل إن لم يتلقوا الدعم الكافي بالوقود والأسمدة والعلاج والتسويق الجيد. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. هاني يعكف على تربية 30 قطاً في جبل الزاوية بريف إدلب بعد أن اضطر أصحابها للنزوح من المنطقة. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. كشف فريق منسقو استجابة سوريا في تقرير أن أكثر من 92% من العائلات غير قادرة على تأمين مواد أو مواد التدفئة للشتاء المقبل في الشمال السوري. وأضاف التقرير أن 61% من العائلات تسعى لتخفيض الاحتياجات الأساسية وخاصة الغذاء في محاولة يائسة للحصول على التدفئة لهذا العام، مشيرة إلى أن أسعار مواد التدفئة ارتفعت بنسبة 250% مقارنة بالعام الماضي. وحث الفريق المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة على البدء بتجهيز مشاريع الشتاء لتأمين الدعم اللازم لنحو 2 مليون مدني في المخيمات، تضرر قرابة نصفهم بشكل مباشر نتيجة العوامل الجوية خلال العام الماضي. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد يقظان الشيشكلي المدير التنفيذي لمؤسسة مرام للإغاثة والتنمية. أهلا بك. أبدأ معك أستاذ يقظان، يعني معاناة متكررة لقاطني المخيمات، كيف سيكون دور المنظمات وما الجديد الذي قد يتغير هذا العام؟ طبعا المنظمات بتحاول جهدها بالعمل الدؤوب على مساعدات احنا في فصل الشتاء، بس الجديد في هذا العام المساعدات الدولية ستكون بالأرقام أقل. طبعا الشتاء كل سنة بيصير، وكل سنة بتفاجأ المنظمات الدولية، وكل سنة بيصير فيضانات في بعض المخيمات، وللأسف بيكون الاستجابة متأخرة لمساعدة أهلنا بالمخيمات. السنة الفرق أنه التمويل بالنسبة للمنظمات الدولية وضمن اليوان رح يكون أقل، يعني الاستجابة رح تكون أضعف. سيد يقظان، ما هي أبرز متطلبات قاطني المخيمات التي يجب تأمينها من الآن؟ وهل هناك تعاطي للمنظمات الأممية حول ذلك؟ طبعا في خطة استجابة للمنظمات الأممية بتكون مسؤولة عنها منظمات الأمم المتحدة، في خطة كاملة
الاستجابة ضمن المخيمات وخارج المخيمات وحتى في مناطق الفيضانات. والحاجة طبعا تتراوح من المواد للتدفئة للخيام المهترئة للطعام حتى يعني إخلاء مناطق اللي بصير فيها فيضان هي حاجة، حتى تعبيد الطرقات هي حاجة، إنه في طرقات بالشتاء غير مؤهلة لعبور مو بس السيارات حتى الأشخاص، في الحاجة كبيرة. طبعا الخطة موجودة بس مرة تانية نحن بنقول نحن بنساوي جهدنا بس تمويل هي الخطة بيكون كبير كتير السنة وما في تمويل بالشكل المطلوب. أشكرك سيد يقظان الشيشكلي المدير التنفيذي لمؤسسة مرام للإغاثة والتنمية، شكرا جزيلا لك. اندلعت احتجاجات في الباب شرقي حلب على خلفية اقتحام مجموعة عسكرية من أحد الفصائل منزل عنصر في شرطة المدينة بصورة سيئة قبل أن تقوم الشرطة العسكرية بضرب المتظاهرين أثناء الوقفة الاحتجاجية أمام مقرها. حلب اليوم التقت عددا من المحتجين للوقوف عند مطالبهم، فلنتابع. فجر اليوم قامت مجموعة مفسدة متسترة باسم الجيش الوطني باقتحام منزل أحد عناصر شرطة مدينة الباب. هذا العنصر يعمل في مجال مكافحة المخدرات، أوقف قبل أيام حمل للمخدرات يرافقه حسب ما قال وحسب رواية أهله بعض العناصر التابعين لتلك المجموعة. عندما انتشر الخبر وكان فيه يعني تفاصيل عن انتهاكات ودخول على النساء وهتك لأستار منازل وحرمات منازل، تدعى أهالي مدينة الباب واعتصموا عند دوار السنتر وأحرقوا الإطارات في إشارة رمزية لرفضهم لهذا الفعل. قيادة الجيش الوطني كانت متجاوبة مع مطالب المعتصمين، تعهدت بمحاسبة المجموعة وفصلها. نطالب قيادة الجيش الوطني بمحاسبة كل المسيئين إلى الجيش الوطني. يعني الجيش الوطني اليوم صار كله إساءة بسبب معاملة أفراد من الجيش الوطني اللي عبسيئوا لاسم الجيش الوطني، نطالب بمحاسبتهم. نطالب قيادات الجيش الوطني بالضرب بيد من حديد على هذه الممارسات التشبيحية التي نقول عنها ممارسات فردية، هي ليست الأولى ونتمنى أن تكون الأخيرة، وانتهاء هذه المهازل فيما يسمى بالمحرم. أتلفت مديرية الزراعة التابعة للنظام بمدينة حلب ما يقارب 165 دونما من المزروعات الورقية التي تسقى من مياه الصرف الصحي الجارية في نهر قويق بريفي حلب الجنوبي والشرقي. وقال موقع نورث بريس نقلا عن مديرية زراعة النظام إن إتلاف المزروعات شمل مناطق النيرب والشيخ سعيد وخان طومان بعد ورود معلومات عن وقوع إصابات بالكوليرا نتيجة سقايتها من النهر. وكانت الأمم المتحدة دعت إلى تمويل عاجل لاحتواء وباء الكوليرا في سوريا، مشيرة إلى أن مصدر العدوى مرتبط بشرب مياه غير آمنة، حيث أعرب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا عمران رضا عن قلقه الشديد إزاء تفشي الوباء في سوريا. ذكر تقرير لمجلس الصحة والسلامة المهنية التركي أن عدد الضحايا من العمال السوريين الذين قضوا أثناء ممارستهم أعمالهم في تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ 27 عاملا سوريا من أصل 67 عاملا أجنبيا. وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 186 عاملا قضى في شهر آب الفائت وأكثر من 1200 عامل في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بسبب ما أسمته جرائم القتل المهني. ووفق التقرير فقد شهد قطاع الزراعة أكبر عدد من الوفيات بعدد 244 حالة، تلاه قطاع البناء والطرق بعدد 225 حالة، تبعها قطاع النقل ثم التعدين. يعكف هاني على تربية 30 قطا في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب شمال سوريا بعد أن تركها أصحابها ونزحوا إلى مناطق أكثر أمنا. نتابع المزيد في التقرير التالي. بعد أن اصطحب هاني قطته إلى الطبيب البيطري تبين إصابة عينيها بحساسية شديدة، وصف لها البيطري قطرة ليتابع هاني علاجها في بيته الذي جعله مأوى لتلك الحيوانات الأليفة بعد أن ترك أهلها بيوتهم ونزحوا منها فأوت إليه ليهتم بها وحده. بشوف إذا واحد مثلا متوسخ بحممه، إذا واحد مرضان بعالجه، باخده يعني بعالجه
طبعا هذا الشيء كله يعني من جيبي الخاص وما بستغنى عنه مهما كان. طبعا لما بروح على المحلات ما بلاقي لهم مثلا اكل، بدي اضطر يعني اروح اشتري دراي فود، وسعر كيلو دراي فود يعني بحدود 150 ليره تركي، وانا يعني ما عندي استطاعه، قاعد يعني لا شغله ولا عمله، والراحمون يرحمهم الرحمن يعني مهما كان. قلما تجد شابا لديه الصبر لتحمل مشقة العناية في هذه الحيوانات، يكافح لتأمين احتياجات القطط التي أصبحت جزءا من حياته، يقدم لها الطعام والشراب والدواء في حال أصابها مرض. عندنا بالبيت 35 قطة، طبعا بآخر حملة للنظام السوري على ريف إدلب وإدلب، طبعا الناس نصحت باتجاه الشمال السوري المخيمات يعني، وهاي الحيوانات تمت يعني ما حدا يعني إلا من بعد رب العالمين. فأنا صرت جماعة عندي بالبيت، مثلا يصير قصف روح على محل القصف يعني طلع مثلا على القط المتصوب جيبه وعالجه يعني. الرفق بالحيوان صفة لم تعد منتشرة بكثرة في وقتنا الحالي، إلى أن هاني يغير الصورة ويبعث رسالة مفادها أن ضيق الحال وصعوبة العيش لا تمنع الإنسان من رعاية الحيوانات ومشاركتها الحياة. انطلاقا من دوافع إنسانية، يقدم هذا الشاب الخدمة والرعاية لتلك الحيوانات على الرغم من سوء واقعه المعيشي، لا يزال يصر على التمسك بها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. عامر عاصي، جبل الزاوية، حلب اليوم. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا إلى اليوم، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtoday.tv.net. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.